السلام عليكم. الوسط الفني بيفقد نجمة شهيرة ونجمة كبيرة جدا جدا، نجمة ما نقدرش نقول عليها غير سيدة الشاشة، السيدة المحترمة الفنانة عبلة كامل. ولحظة زيارة الفنانة إلهام شاهين لها، إلهام شاهين راحت معرفش علشان تشمت ولا علشان تسخر، لأن معروف إن إلهام شاهين ما بتحبش الفن المحترم، بتحب تقدم أعمال خارجة، بتحب تقدم أي حاجة تخليها في موضع جدل، زي تصريحاتها الأخيرة عن الشيخ الشعراوي وإنها لا تؤمن بأي كلام ليه، وأيضا تصريحاتها اللي حضراتكم سمعتوها. طيب هي راحت ليه عشان تزور عبلة كامل؟ وإيه اللي حصل مع عبلة كامل؟ وليه في بعض الشماتة بتحصل مع هذه الفنانة المحترمة جدا جدا اللي ما فيش حد ما بيحبهاش؟ هقول لكم وضع عبلة كامل حاليا بعد خلاص قرار اعتزالها تماما للوسط الفني والظهور إعلاميا، يعني ولا حتى مداخلة تليفونية ولا في أي برامج إنها تتكلم. فأصرت إلهام شاهين إنها تروح وتزورها، والحدث غير متوقع بالمرة. يا ترى زي ما سمعنا عبلة كامل طردت إلهام شاهين لأنها كانت واقفة طبعا قصادها وفي قصاد تصريحاتها، وإنها ما بتحبش تصريحات إلهام شاهين الخارجة وخصوصا بعد تصريحاتها الأخيرة، ولا كان في شماتة من إلهام شاهين لما قالت هو ده آخرة الفن اللي بتسموه محترم، ده الرسالة الدينية، الرسالة الفنية لا تقل أهمية عن الرسالة الدينية، بل إن الرسالة الفنية ليها طريقة في التوصيل أفضل من الرسالة الدينية، إن إحنا بنظهر على الشاشات وبنقدم رسالة مباشرة. طبعا ده كلامها وكلام ملوش 30 لازمة، وأتمنى لو هي بتحب الكلام ده وبتقول لازم نواكب الغرب تروح تعيش عندهم، احنا عندنا أسس وعادات وتقاليد ودين هنفضل محتفظين بيه مهما تقولي. بس للأسف هذه السيدة للأسف قدوة لبعض ناس بتحبها، فبقى ليها تأثير، وللأسف تأثير سلبي. الفنانة عبلة كامل قررت اعتزال الوسط الفني بالكامل. متخيلين ان اللي بتعتزل هي اللي كانت بتقدم الأدوار المحترمة، والناس اللي بتقدم الأدوار الخارجة قاعدين ومبسوطين ومكملين، وما خفي كان أعظم. اللي حدث كالآتي، ان الفنانة عبلة كامل بقى لها فترة بنسمع عنها خبر اصابتها بالسرطان، ربنا يعافيها ويعافيكم. طبعا بيقولوا ان ده كان سبب اعتزالها، هي حاليا فعلا تعبانة ومريضة، فقررت إلهام شاهين انها تروح تزورها. الله اعلم اذا كانت هذه الزيارة شماتة أم هذه الزيارة للإطمئنان، ولكن حدث جدل وخلاف ما بينهم، ويقال إن الفنانة إلهام شاهين طبعا سخرت وشمتت من الوضع اللي هي فيه، ويرجعي عبلة كملي في التمثيل عشان تبقي أفضل مما أنت عليه. فاتنرفزت وانهارت الفنانة عبلة كامل وقالت لها لو جاي علشان كده يبقى الأفضل تخرجي برا، أنا أخدت قراري مفيش ظهور على الشاشة مرة أخرى وأنا راضية بوضعي. فضلت تقول لها أنت عايشة وحيدة ما معكيش حد ملكيش حد، ما ينفعش الكلام ده. قالت كفاية كتاب ربنا معايا هو خير حافظ ليا. ربنا يديها الصحة وطول العمر، ونشوفها دايما منورة ونسمع عنها كل خير، فنانة المحترمة عبلة كامل. وقولوا رأيكم ورسالة للفنانة إلهام شاهين عن تصريحاتها الأخيرة وعن ما حدث في زيارتها للفنانة عبلة كامل. شكرا.